خد بالك العم صنو الوالد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول العباس صنو أبي، مثل أبي يعني. فهم قالوا أبي وأبوك في النار، يعني اللي هو كان، لأن الرسول أبوه مات قبل النبوة، قبل أن يوحى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، مات وهو في بطن أمه، فلم يعني يسمع شيئا من رسول الله ولا دعاه داعي إلى الخير. فهو هنا قالوا أبي وأبوك في النار، يعني قال أبوك أبو السائل، كافر فعلا أدرك النبوة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أبوه لم يدرك النبوة، وإنما الذي كان بمنزلة الأب هو أبو لهب. فالعلماء قالوا أبي وأبوك في النار، يقصد أبو لهب يعني. هذا الكلام اللي ذكره العلماء في المسألة. نعم. أضافه على كلام حضرتك بعد إذن حضرتك. نعم. أن العرب قديما كانوا يطلقون لفظ أب على العم، قال هذا ما ورد في القرآن. أي. على في لسان على لسان سيدنا إبراهيم. السيدة السيدة خديجة كمان. أن هذه عشان بس في مشكلة. حد يشرب اليانسون يا جماعة عشان قبل العصر ما أقدم. مين اللي عايز يشرب يانسون؟ ها؟ تعال تشرب يانسون أنت؟ تشرب يانسون؟ ها؟ مين؟ الشيخ بس عايز تشرب ينسون انت؟ يعني العرب كانوا يطلقون الاب على العم، وهذا ما جاء في سيدنا ابراهيم اذ قال لابيه، واصلا لم يكن اب ابراهيم. هو ده كلام اهل العلم، يعني اهل العلم قالوا ابي وابوك في النار، يعني او عمه ابو لهب، المراد بابي اللي هو ابو لهب يعني. ايوه. هو مصمم يا دكتور برضه، مصمم. نعم. الاخ مصمم، اخذت الحديث بظاهره. مصمم على ايه؟ انا بقول لك يعني مصمم عليه انت محمد، مصمم. الله جل جلاله يقول احترس. جلال الدين السيوطي له كتاب في هذا الامر، وهو ايه؟ الاباء الجليه، يعني الشاهد انه السيوطي قال استدل على ان هذا الكلام ما يصح بمسلم ابدا، لأن الله يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأي إزاء أعظم من أن تقول إن أبا النبي في النار. يعني أنت شوف، خد بالك، أنت ما تعرفش أبوي، لو قلت أنت أبوك في النار أزعل جدا وأغضب جدا يعني، ولا أنا لما أقول لك أبوك مش كويس أنت هتزعل مني جدا. فإذا قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام أبوك كذا، ما العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أبوه مات وهو في بطن أمه، يعني أبوه لم يدرك النبوة. ثم إنه جاء في مسند الإمام أحمد حديث، وأنا أعتقد أن الحديث ده صحيح، لأن إحياء الموتى يعني أحيا الله الموتى للأنبياء السابقين ولسيدنا عيسى وغيره. ففي حجة الوداع الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من عند عائشة، فذهب إلى المعلى، ذهب إلى المعلى، المعلى اللي فيه المدافن يعني. ذهب هو حزين جدا وعاد مسرورا، فقالت له أنت يا رسول الله ذهبت إلى المعلى وأنت حزين وعدت مسرورا، قال سألت الله جل جلاله أن يحيي لي أبوي فأحياهما لي فآمن بي وصدق بي. والحديث رواه الإمام أحمد وضعفه بعض العلماء، لكن يعني لما لا يكون الحديث صحيحا؟ لما لا يكون صحيحا يعني؟ هب انه فيه راوي فيه ضعف، هب ان الراوي ان سند الحديث فيه راوي فيه ضعف، يعني وكم من احاديث في رواتها سند فيه ضعف. فلا مانع ابدا من ان يكون الله جل جلاله احيا ابوي النبي وصدق به، لا باس احيا ارواحهم وصدق به وامن. ايوه، لانه هذا شيء يعني يؤذي النبي عليه الصلاه والسلام، ما يصحش نتلفظ به، مجرد التلفظ به ما يصحش ابدا بحال من الاحوال. احسن حاجه، احسن اجابه سمعتها، قالوا انهم من زمن الفتره، زمن الفتره. ايوه، الفتره زمن الفتره. فشوف خد بالك، يعني دي الفتره، الفتره اللي بين الانبياء، يعني بين نبي ونبي، مساله طويله، ما فيش فيه انبياء ولا رسل، والناس ضلوا الطريق وتاهوا والدين اندثر، فما بقي الا اشخاص اللي هم ايه. ايوه. ويحسم الامر بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ايوه. فهذه يعني لا تحتاج الى دليل او برهان. نعم زي بعض. ايه هنا بيقول هنا ايه؟
فيه دليل على أن الجاهل لا يعذر بجهله عند وقوعه في المحظور. لا يعذر بجهله عند وقوعه في المحظور. ليه لا يعذر بجهله الجاهل بقى؟ هو مش جاهل؟ أليس هو جاهل؟ جاهل. طيب خلاص هو وقع في المحظور لأنه جاهل لا يعرف الصواب، فلما لا يعذر بقى؟ لما قال أنه لا يعذر؟ أيوة، لأنه هو قبل كده بيقول هنا إيه؟ عليك أن أنت قبل ما تعمل أي شيء تتحرى عنه، تقول كلمة، تعمل عمل من الأعمال، تقوم بطاعة من الطاعات، ينبغي عليك أن أنت تذهب إلى أهل العلم وتسألهم، ما دام في أهل العلم موجودين، يعني في كل مكان هتلاقي فيه علماء موجودين، وهذا من بركة هذه الأمة المحمدية ومن بركة هذا الدين العظيم. فأي بلد من البلاد هتلاقي فيه ناس يعني أهل علم تسألهم. ما سألش وقصر بقى وقال أنا أعملها وخلاص، يقبل لا يعذر بجهله ويكون آثما. ها عايز تقول ايه انت؟ لا خلاص. ايه مش عاجبك؟ لا عاجبني. طيب انا فتره على فتره من الرسل. انت قلت فتره ليه؟ انا اقصد اهل الفتره. فتره بكسر الفاء؟ فتره. فتره ولا فتره؟ فتره. فتره على فتره بفتح الفاء، فتره من الرسل. ايوه لا اقصد اللهجه المصريه دكتور، اهل الفتره. أيوة على أن الجاهل، أيوة على أن الجاهل لا 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 يعذر بجهله عند وقوعه في المحظور، لأنه عليه الصلاة والسلام قد جعل العوام الذين لم يصيبوا بفتياهم أهلها ضالين، مثل الذين أفتوهم بها، مع أنهم المساكين جاهلون. من هو ما تحرى في السؤال، ما هو أي إنسان يسأله، بس إنما عليه إنه اللي يطمئن له جدا جدا إنه من أهل العلم وإنه عارف المسألة يسأله فيها، ما فيش ما يسألش. أيوة مثل الذين أفتوهم بها، مع أنهم مساكين جاهلون بالأمر، ليس لهم معرفة بما يميزون الفتية الصحيحة من السقيمة. فارجع أيها الهائم إلى طريق الرشاد قبل سبق الحرمان بغلق الباب. فارجع أيها الهائم إلى طريق الرشاد قبل سبق الحرمان بغلق الباب، يعني بغلق الباب يعني اسأل قبل ما يذهب العلماء، وما تلاقيش عالم تسأله، لأن موت العالم سلمة في الدين، وإذا مات العلماء لم يبقى إلا رؤوس جهال. فهو بيقول لك يعني ارجع إلى أهل العلم اللي هم الربانيين، العلماء الربانيين اللي هم ربنا سبحانه وتعالى أقامهم لشرعه ودينه. يعني بعد كده احنا معانا حديث إن شاء الله، حديث عظيم جدا وفيه فوائد كبيرة جدا جدا، يعني حديث العرض، حساب والعرض، نمرة 15، حديث الحساب والعرض. روى الإمام البخاري بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرف. أظن أنا خرجت الرواية دي البخاري، يعني رجعت البخاري فيها ورجعتها. فيقول هنا عن عائشة رضي الله عنها، لأنها أكثر من رواية، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت اللفظ ده، أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه حتى تعرفها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وروى البخاري في الرقاق عن القاسم بن محمد قال حدثتني عائشة، القاسم بن محمد بن أبي بكر تكبس سيد عائشة عمته يعني، والقاسم بن محمد ده من فقهاء المدينة السبعة. قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. وروى إسحاق بن راهوية في مسنده عن النضر بن شميل عن أبي عامر الخزاز عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأعلم أي آية في القرآن أشد، إني لأعلم أي آية في القرآن، أي آية في القرآن أعلم أي آية في القرآن أشد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ قلت: من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. فقال: إن المؤمن يجازى بأسوأ عمله في الدنيا. إن المؤمن، خد بالك الكلام ده كلام جميل جدا، من يعمل سوءا يجزى به. فالرسول بيفهمها فقال: إن المؤمن يجازى بأسوأ عمله في الدنيا، يصيبه المرض حتى النكبة، ولكن من نوقش الحساب يعذبه الله. قالت: قلت: أليس قد قال الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عزم. أيوة، اللي دخل الجنة. طيب، على أي الحالات يعني فيه حساب وفيه عرض، فيه حساب وفيه عرض. الحساب ده التدقيق في المسائل مسألة مسألة، والبحث عن كل ذنب ذنب، والكتاب يقرأ كامل بكل ما فيه، ده حساب. من نوقش الحساب، نوقش مسألة دي إيه والمسألة دي إيه والمسألة دي إيه، فكل المسائل موجودة ومكتوبة يعني وفي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالحساب إذا كان حساب بصحيح، الحساب مأخوذ من الحساب، يعني كذا وكذا، واحد اثنين ثلاثة، يعني إيه أربعة وخمسة تسعة وكذا، دي ودي هيك بقى حساب دقيق، مسألة مسألة، يعني مناقشة تامة يعني كل أعمال، عملت يوم كذا كذا، وعملت يوم كذا كذا، وعملت يوم كذا كذا، دي مناقشة. فمن نوقش الحساب عُذِّب. إنما الثاني اللي هو مش مناقشة، مجرد عرض بس، عرض المسائل عرض إجمالي، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يتولاه برحمته. ومعانا حديثنا حديث اللي هو العرض، بيمثل العرض يعني حديث النجوى، حديث سيدنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني إيه، سأله رجل: يا ابن عمر، أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عن النجوى؟ عن النجوى المناجاة، المناجاة يعني الواحد يتكلم كلام مش مسموع، كلام بسيط كده، يعني ما يسمعه الإنسان نفسه، أو إذا كان بجواره واحد زي الوشوشة، زي الوشوشة أو الهيمنامة كده. أيوة، قال هنا إيه: يا ابن عمر، أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في النجوى؟ قال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه، كنفه يعني ستره، ستره، ويقول له: أفعلت كذا يوم كذا؟ فيقول: نعم. وفعلت كذا وكذا يوم كذا؟ فيقول: نعم. وفعلت يوم كذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فالعبد يلتفت يمنة ويسرة، هل يراه أحد أو يسمع به أحد؟ فيقول له الله: لا بأس عليك، أنا سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. فده اسمه إيه؟ العرض، مجرد عرض بس، أنت عملت كذا وكذا وكذا، أيوة عملت، خلاص أنا سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك إيه
اليوم، لكن المناقشة التحري الدقيق عن كل مسألة مسألة. ماشي الحال؟ الحديث ده إن شاء الله أنتم خدتوا فكرة عنه، يعني قرأنا النص وإيه عرفنا الفرق بين الحساب والإيه والعرض. الحساب معناها المناقشة الدقيقة، العرض ده إيه لأن الرسول لما إيه قالت عائشة، قال عائشة رضي الله عنها كانت تسأل عن كل شيء، قال من حوسب عزب أو من نوقش الحساب عزب، فقالت فقلت يا رسول الله أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض. ذلك إيه العرض؟ مجرد عرض المسائل، عرض إجمالي، عرض شكلي إجمالي فيستره الله تعالى. إنما الحساب التحري الدقيق والمناقشة في كل مسألة مسألة. إن شاء الله الحديث هنقرأه الأسبوع اللي جاي، وإحنا هنصلي العصر عشان العصر أدن. شو عصر أدن؟ أدن؟ خلاص إحنا نتوضى كده إن شاء الله عشان نصلي العصر، وأنا هتوضى. أيوة نعم أيوة ماشي، أتوضى وتعالي الأول، أتوضى الأول وتعالى عشان هم اللي عايز يتوضى يتوضى. ما في حد هناك، ما في حد، اخلي يا أبويا الطريق، تعالى اخلي الطريق عشان هذا أختنا، تعالى عايزة تيجي تعالى. يا بنات اللي عايز يتوضى يروح يتوضى عشان تصلوا العصر، اللي عايز يتوضى يجي، ما حد داخل الحمام الرجال. قال وسع أبويا، وسع أبويا الطريق.